السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم بواحد لا فيديو جديدة في قناتي أتنيبة. هاد لا فيديو هنوريكم بالضبط الخطوات اللي خصكم تسلكوهم وتتبعوهم باش أنكم تفوقوا في سنة تانية بكالوريا وما تلقاوش فيها مشاكل نهائيا وما يكونوش عندكم بزاف تاع لي لاكون. أول حاجة غنبدأ بها هي مادة علوم الحياة والأرض. علاش بديت بها؟ حيتاش كاينين بزاف تاع التلاميذ كانوا دايرين علوم رياضية في السيزيام ومن بعد قلبوا العلوم الفيزيائية أو علوم الحياة والأرض. الحاجه اللي خصكم تكونوا عارفين هي ان البروغرام ديال اس في تي اللي غتقراو في سنه ثانيه بكالوريا مختلف تماما على داكشي اللي قراو لي سيونس مات وعلى داكشي اللي قراو لي سيونس اكس. بمعنى حتى واحد فيكم ما يلقى مشكل في الاس في تي وحتى شي واحد فيكم ما غيكون عنده العذر باش انه يقول باللي ما كنعرفش الاس في تي، حيتاش اصلا الاس في تي تاع ثانيه بكالوريا كتكون منفصله على اولى بكالوريا والحاجه المشتركه فقط هي طرق تاع التحليل وطرق التعامل مع لي دوكيومون. ابار سا المعلومات والدروس كيكونوا مختلفين، بمعنى ما كاينش تخافوا. حاجه اخرى هي الكيمياء، خصكم تضبطوا ضروري الكيمياء تاع سنه اولى بكالوريا سواء كنت سيونس مات او لا سيونس اكس، حيتاش داكشي اللي غتقراو في سنه ثانيه بكالوريا ما هو الا امتداد لداكشي اللي غتكونوا شفتوا في سنه اولى بكالوريا. حاجه اخرى بالنسبه للمادات الرياضيات، ماده الرياضيات كنصحكم انكم تعاودوا لي فونكسيون كاملين، ضبطوهم، تعرفوا كيفاش تخرجوا لي دومين تاع لي ديفينيسيون، تعرفوا لي ليميت. المهم تقراو كلشي اللي درتو في سنه اولى بكالوريا، واخا داكشي زعما داكشي اللي مهم كيجي في نهايه السنه. نهايه السنه عاد كيبدا التلميذ كيخدم في لي فونكسيون كيكون مشغول شويه بالجهوي، ولكن يكون خير حاولوا انكم غير تقلبوا شويه في اليوتيوب، وما كاينش زعما شي ما كاينش مشكل من انكم تشوفوا فيديوهات تاع ثانيه بكالوريا وتشوفوا زعما كيفاش كيخدموا التلاميذ في سنه ثانيه بكالوريا وشنو هما الدروس اللي غتشوفوهم. من هذا المنطلق خصني ضروري نذكر لكم واحد القضيه، هي ان كل تلميذ خصو يهز واحد الورقه بيضاء يكتب فيها البروغرام كامل بمعنى جميع الدروس اللي عنده في سنه ثانيه بكالوريا الخاصه بكل ماده. وفي نفس الوقت باغي نذكر لكم حتى ضروره مراجعه ماده الفلسفه والمنهجيه تاع التعامل مع النص الفلسفي، حيت ملي غتجيو ثانيه بكالوريا الاساتذه غيعتبروكم ديجا شادي منهجيه تاع التعامل مع النص وغيزيدوا لكم غير منهجيه التعامل مع القول ومنهجيه التعامل مع السؤال، وغتكتسبوا مجموعه تاع المواقف الفلسفيه وتعرفوا على بزاف تاع الافكار الجديده وغادي تكونوا مستعدين للامتحان الوطني تاعكم. بالنسبه للانجليزيه ما حد هذا الصيف كنصحكم باش انكم تمشوا تفرجوا في افلام، تمشوا تقراو كتب بالانجلي، ديروا واحد الدفتر تلقاو تقيدوا فيه الكلمات الجديده باش انكم تكونوا مستعدين لسنه ثانيه بكالوريا، وكونوا ايضا على علم ان مثلا ريبورتد سبيتش و باسيف فويس داكشي كلشي غيتعاود. كنحاولوا انكم تضربوا طليله على الدفاتر تاعكم، وبالتوفيق ان شاء الله.